مع نزول آدم وحواء عليهما السلام إلى الأرض، رضي آدم عليه السلام وزوجه بما قدر الله سبحانه وتعالى عليهما، وقبل بهذه الحياة الجديدة وبهذا الواقع الصعب والمؤلم، مقارنة مع ما كان عليه من رغد العيش والنعيم الذي كان فيه في الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف، وقال الحسن: أهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. وروى هذا ابن أبي حاتم أيضا، وقال السدي: أهبط آدم بالهند. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. قيل: كان ذلك يوم الجمعة، والتقى آدم عليه السلام مع حواء بعد جهد وبحث طويل، والتأم الشمل وبدأ العمل لتأمين الحياة. وكان جبريل عليه السلام معلما له ولزوجه، كلما احتاج شيئا علمهما إياه. فعلم حواء أن تنسج من القطن ثوبا لها ولآدم عليهما السلام على سبيل المثال. قيل: كان أول لباس لآدم من شعر الضأن، وكان أول طعام له من القمح. فقد جاءه جبريل عليه السلام بسبع حبات من الحنطة، وكانت كبيرة الحجم تتناسب مع حجم آدم، فأخذها آدم وزرعها، وبعد النضج حصدها ودرسها، ثم طحنها وعجنها وخبزها فأكل من عمل يده، وكان هذا وفق تعليم جبريل له، ومصداقا لقول الله عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأصبح كل شيء يريده يحتاج إلى العمل وبذل الجهد، وعلى الأرض أثمر زواجه بحواء، فكانت تلد في كل بطن توأمين. فإن آدم عليه السلام قد أكرمه الله عز وجل بحواء، ورزقه منها مجموعة من الأبناء والبنات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سميت حواء عليها السلام لأنها أم كل حي. قيل: إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، أي كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذه البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن الآخر، ولم يكن تحل أخت لأخيها الذي ولدت معه. ذكر أن حواء ولدت لآدم عليه السلام 20 و100 بطن، أولهم قابيل وتوأمته قليمة، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. وأما ابن إسحاق فذكر عنه أن جميع ما ولدته حواء لآدم لصلبه 40 من ذكر وأنثى في 20 بطنا. وقيل: قد بلغنا أسماء بعضهم ولم يبلغنا بعض، وكان الرجل منهم ينكح أي أخواته شاء إلا التي ولدت معه، فإنها لا تحل له حتى تكاثروا أكثر فأكثر. ومما قيل في كثرتهم وعددهم أن سيدنا آدم عليه السلام لم يمت حتى شاهد من أولاده وذريته 40,000، وهذه الروايات حول كيفية تكاثر أبناء سيدنا آدم عليه السلام لم تثبت في آية قرآنية كريمة ولا في حديث نبوي صحيح، ويحتمل أن هذه الروايات مما أخذ من أهل الكتاب من الإسرائيليات، ومما ينسبها الناس إلى الصحابة رضي الله عنهم دون ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم عليه السلام كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم عليه السلام، فلما ألح عليه أمرهما أن يقرب قربانا، فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قربان قابيل، وكان ذلك سبب الشر بينهما، وهذا هو المشهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك،
فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي إن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي سبقه أو قبله، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن آدم لما أهبط إلى الأرض هبط بالهند، وإن رأسه كان ينال السماء، وإن الأرض شكت إلى ربها ثقل آدم، فوضع الجبار تعالى يده على رأسه فانحط منه 70 ذراعا. وهذه الرواية مشاهدين لم نقف على صحتها، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.